قناة نجاة زيانية. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا واحد الكيك اللي ساهل المهل البنات ببيضة واحدة، والمقادير ان شاء الله كلها في متناول الجميع بسم الله على بركة الله. لهذا الكيك غادي نحتاج كأس بقياس كأس العنبة من السكر، نصف كأس من الحليب، نصف كأس من الزيت، كأس من الفينو، كأس من الدقيق الأبيض، دائما بقياس كأس العنبة، جوج ساشيات ديال الفاني من فئة 8 غرام، المجموع 16 غرام، بيضة كاملة، قبصة من الملح، ياغورت طبيعي مسوسة البنات، بما أن الكيكة ديالي غادي يكون فيها مكون الشوكولات، وعندي كاس ديال السكر سنيدة، اختاريت يكون دانون طبيعي مسوس، لكم الاختيار. إلا كتبغيو الحلاوة بزاف تقدروا ديروا دانون بنكهة الفانيليا. وعندي 15 غرام من خميرة الحلويات، وعندي هنايا حبيبات شوكولات اللي تقدروا تعوضوها بالشوكولات مقطع طريفات، بالفاكية، باللي بغيتو. وهنايا البنات عندي الشوكولات الابيض اللي غادا نديرو ان شاء الله من فوق ديال الكيك ديالي في التزيين. وما ننساش البنات المول، انا اختاريت هذا المول هذا اللي دهنته بالزبده ورشيته بالفورس. بسم الله على بركه الله، غادا نبدا معكم الوصفه. غادا نجيب الدراب الكهربائي وغادا ندير فيه كاس سكر حبيبات سنيده، بيضة كاملة، قبسة ملح، وغادي نضرب هاد المكونات جيدا حتى تذوب معايا السنيدة مع البيض. نتوما البنات تقدروا تستعملوا فقط الدراب اليدوي، فقط غادي تصبروا شوية حتى تذوب لكم السنيدة جيدا مع البيض، وعاد غادي نكمل باقي المكونات. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل ضربوه جيدا. الان غادي نضيف عليه نصف كاس حليب، نصف كاس زيت، جوج ساشي فانيليا، واحد ياغورت مسوس على هذا الشكل. وغادا نعود نضرب هاد المكونات واحد الدقيقة عاوتاني، وعاد غادا نضيف الخمارة والفورس ودقيق الفينو. صدقوني يا البنات هاد الكيكة كتجي رائعة خفيفة ما تشبعوش منها، والله العظيم حتى صوبتها الوليدات غير البارح وما بقاش ليا الوقت باش نصور لكم، كلاوها كاملة. اقسم بالله العلي العظيم الا كتجي غزالة ما غاديش تندموا عليها الا جربتوها. وما تنسونيش البنات الا عجبتكم من التعاليق الزوينة ديالكم ومن لي لايك، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بسم الله. صافي، بعد ما مزجت باقي المكونات فقط واحد الدقيقة البنات، غدا نضيف دابا كأس من الفينو، دائما بقياس كأس العنبة، كأس من الدقيق الأبيض الفورس، و 15 غرام من خميرة الحلويات. صافي، وغنخلط عاوتاني هاد المكونات جيدا حتى تدخل معايا الخميرة الفينو الفورس في باقي مقادير، وغنرجع ان شاء الله باش نخويها في المول. صافي على هذا الشكل، والان كيف ما كتشوفوها البنات راه كتجي خفيفه. الان غادي نخويها ان شاء الله في المول. ها نتوما البنات القوام كيف داير، غادي ندير تقريبا نصف الكميه،
وغادي نجيب حبيبات شكلاط وغادي ناخذ فقط واحد جوج معلقات كبار على هذا الشكل وغنديرو في وسط الكيك ديالي بحال هكا نتوما البنات كيف سبق لي وقلت لكم لكم الاختيار ديروهم بحال هكا ولا ديروا الفاكهه وتخلطوها مع الكيك بعد ما تخلطوا جميع المقادير ديروا شويه الفاكهه بحال هكا وتخلطوها وعاد تخويو في المول ديالكم انا درت النص درت الشوكولات حبيبات وغادا نفرغ النصف الاخر على هذا الشكل والان غادي ندخل الكيك ديالي يطيب على درجه حراره 180 درجه سخنته مسبقا وغادي نطفيه من الفوق غادي نطيبها 15 دقيقه من تحت البنات وغادي نشعل عليها من الفوق طيب ليا 5 دقائق فقط 20 دقيقه في المجموع الكيك البنات ما كياخذش الوقت بزاف 20 دقيقه كافيه ما تجهدوش عليها الفران 180 درجه 15 دقيقه من التحت غير تحمر معنا من الجوانب غتبان لينا وغنشعلوا عليها من الفوق طيب 5 دقائق وغيكون الكيك ديالنا واجد غادي ندخلها ان شاء الله طيب وغنرجع ان شاء الله نوريكم الريزلت ديال الكيك ديالنا وكان هذا هو الكيك ديالي بعد ما خرجته ها انتم البنات كي كيجي فقط التزموا بالمقادير كيف ما عطيتها لكم وما تجهدوش عليه الفران فقط 20 دقيقة كيف ما قلت لكم والكيك كيجي رائع جدا غدا نسنى عليه حتى يبرد شوية وغدا ندوب الشوكولات ديالي في الميكرووند وغدا نزين به هو وحبيبات الشوكولات ونرجع ان شاء الله نتلقى بكم في مرحلة التقديم وبعد ما زينت الكيك ديالي كيجي على هذا الشكل كنتمنى تجربوه وصفه ناجحه 100% بمقادير مضبوطه وكيجي خفيفه البنات ولذيذ بزاف انا غادي نقطع لكم ان شاء الله واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كيجي الكيك ديالنا ها انتم البنات كيف ما عودتكم غادي تشوفوا معايا الكيك كيفاش كيجي خفيف ولذيذ بزاف كنتمنى تجربوه تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والعائله وما تنساوش تدعموني على لاشين ديالي نجاة الزيانيه وبصحه والراحه